خلينا نبدأ مع حضراتكم أولى موضوعاتنا في هذا الصباح، وهيكون طبعا التصدي للعشوائيات ده من خلال حملة مكبرة شنها جهاز تنمية مدينة العبور برئاسة المهندس عبد الرؤوف الغيطي بالتنسيق بين إدارة الأمن والمرور في المدينة، ده للتصدي بكل حزم لوجود مركبات التوك توك في المدينة. الحملة تم خلالها التحفظ على حوالي 23 توك توك واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. كمان المهندس عبد الرؤوف الغيطي قال إن الإدارة وإدارة الأحياء بمعاونة إدارة الأمن بالجهاز وشرطة المرافق والتعمير قاموا بشن الحملة اللي تم تنفيذ فيها 30 قرار كمان لغلق وتشميع وقطع للمرافق وسحب عدادات الكهرباء في عدد من قطع الأراضي في المدينة. كمان تم تنفيذ إزالة مبنى مخالف، والحملات دي طبعا بتهدف لإعلان مدينة العبور خالية من الظواهر العشوائية. عشان بقى نتعرف اكتر مع حضراتكم بينضم لنا عبر الهاتف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنميه مدينه العبور. بنرحب بحضرتك يا باشمهندس وصباح الخير. اهلا بيكم يا فندم، اهلا بيكم مدينه العبور عروس المدن الجديده. اهلا وسهلا بحضرتك، يعني مجهودات حضرتك يعني متابعينها على السوشيال ميديا وعلى الاخبار محاوله، وزي ما حضرتك اعلنت ان شاء الله نقدر نوصل بمدينه العبور لخاليه من العشوائيه بشكل عام. حضرتك بتتصدى لموضوع التوك توك بقالك فتره طويله، وبنشوف لسه مستمر الحملات الخاصه بالتوك توك والتروسيكل والنباشين، انا عارف متابع الموضوع مع حضراتكم، ف يعني حضرتك طبعا عشان يتم التخلص من العشوائيه اكيد مزيد من التفاصيل عند حضرتك عن هذه الحملات اللي مستمره بقالها فتره طويله. طبعا بص يا فندم، احنا عموما توجه وزاره الاسكان والتعمير وطبعا عن طريق هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بمنع جميع الظواهر العشوائيه في المدن الجديده عموما، واللي منهم طبعا اكيد مدينه العبور، وخدنا على عاتقنا هنا كجهاز مدينه بالتنسيق مع الجهات الشرطيه واداره المرور في مدينه العبور بالتصدي الحازم والجازم لاي تعدي على القانون او محاولة الإخلال بالنظام العام. سيادتك احنا خدنا قرار من حوالي 3 شهور بمنع مرور توك توك تماما داخل مدينة العبور، ونجحنا الحمد لله في المنطقة الشرقية من مدينة العبور تقريبا وتمثل تقريبا تلتين المدينة ما عادش فيها توك توك الموضوع. حاليا بس لسه في بعض التكاتك بتحاول تخش المدينة عن طريق المنطقة الغربية، ودي ان شاء الله احنا بنتفضل ليها يوميا بالتعاون طبعا بالتنسيق مع اداره المرور، واللي بوجه ليها كل التحيه طبعا اشاده على المجهود المبذول للسيطره على هذه الظاهره العشوائيه اللي ما نعرفش مين اللي سايقه وما نعرفش ايه توجهاته، وبيتعامل وياه ما اتعمل بيه جرايم عن طريق المركبه المجهوله ديت. بالاضافه طبعا عندنا موضوع النباشين اللي للاسف بيسيئوا الى منظومه النظافه بالكامل بالمدينه، وكان لازم في تصدي حازم ليهم لمنعهم من قلب الصندوق ونبش الصندوق ونسر مكوناته على الارض، اللي بتكلفنا مصاريف كتير جدا في اعاده ما حول الصندوق طبعا. وبرضه بيدخلوا يا باشمهندس بالتروسيكلات، وبيدخلوا برضه بي يعني عربات بشكل غير لائق. ما عشان كده يا فندم احنا كلها مظاهر عشوائيه، ونسقنا مع الادارات المرور الموجوده ومن ناس متعاونه معانا جدا، والحمد لله قدرنا كاداره الامن وزارة الأحياء بالتنسيق التام والكامل مع إدارة المرور إن احنا نسيطر على الموضوع ده ونقلل منه قدر المستطاع. كان في ظاهرة هنا منتشرة من حوالي 3 شهور اللي هي ظاهرة الباعة الجائلين وتجمعهم وتمركزهم في بعض الأماكن، ودي الحمد لله بالتعاون مع شرطة المرافق تم السيطرة عليها وما عادتش موجودة إلا فيما نظر بعض الحالات الاستثنائية. كان برضو من ضمن الحاجات اللي موجودة في مدينة العبور ومن الظواهر الغير جيده طبعا ان في بعض السكان بيحاولوا يتحايلوا على القانون وبيغيروا نشاط الوحدات السكنيه في الدور الارضي من نشاط سكني الى نشاط محلات، وده طبعا مخالف للقانون واللائحه العقاريه الخاصه بهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. بعضهم تقدم بالتصالح باغية. احنا شفنا حضرتك في حملات كتيره للتصدي للمخالفين والبناء المخالف، وتم هدم بالفعل، يعني بنشوف الصور وصفحة الجهاز في العبور، بنشوف كمان الناس كلها بتشير المجهودات الكبيرة اللي موجودة في التصدي للمخالفين، سواء كمان وقف الخدمات الكهرباء المية وما إلى ذلك، وكمان بيتم هدم كل من هو مخالف وطالع في بناء غير
مقنن او مخالف زي ما احنا بنقول. لا يا فندم ده الطبيعي، يعني النهارده احنا اعلنا اي حد يخالف او يحاول يخالف احنا موجودين في الشارع، رؤساء الاحياء عندهم تعليمات مشدده بالتصدي الفوري لاي محاوله للمخالفات، سواء كانت زياره نسب بنائيه في الروف او تغيير نشاط. زياره النسب البنائيه بالروف احنا بنتعامل معاها فوري، بنصدر قرارات فوريه بالازاله وبننفذها فعلا عن طريق اداره الامن بمعاون شرطه التعمير وتحت حراستها، وبننزل نشيل المخالفه تماما، بنكسرها وبننزلها من المهد. الموضوع الثاني موضوع تغيير النشاط، وده الحمد لله احنا تقريبا قدرنا ان احنا نرجع تاني 195 محل تم فتحهم بالمخالفه للقانون عن طريق تغيير نشاط الدور الارضي، ده ما قلت لسيادتك سابقا الحمد لله نرجعهم تاني وحدات تانية عن طريق فرض القانون على السكان الموجودين فيها. طيب ده التصدي للمخالفين والمخالفات والتصدي للظواهر العشوائيه من الحاجات الجميله ان بيتم الاعمار، شفنا صب الخرسانات وخلاص تجهيز لمستشفى العبور العام، وكمان في تعاون لوجود ثلاث مراكز طبيه مع وزاره الصحه، كلام اكتر من حاجه وتفاصيل اكتر عن يعني الموضوعين دول او المشروعين دول. هو كويس طبعا ان انت اثرت موضوع احنا بس مش وظيفه الدوله ان هي تردع المخالف او تفرض سياده القانون، لا هي وظيفه الدوله انها تنمي وتقدم الخدمات للمواطنين. انا بس عاوز ارجع نقطه الخف شويه، موضوع التوك توك. انا النهارده لما امنع التوك توك كان بيوفر وسيله انتقال رخيصه وسهله وسريعه لبعض المواطنين اللي بيستغلوه، فكان لازم جهاز المدينه يكون عنده رؤيه البديل ازاي يوفر الخدمه للمحترمه واللائقه طبعا لسكان مدينه العبور. الحمد لله الهيئه عندنا وافقت لنا على تشغيل موقف للنقل الداخلي في منطقه السبعين، وحاليا بنوفر بننسق مع وزاره النقل وجهاز النقل عن تشغيل الموقف الاقليمي مدينه العبور والحصول على خطوط تربط مدينه العبور بالفئزيق والعاشر من رمضان. ممتاز جدا. ومدينه بنها، وفي ثلاث خطوط هينزلوا ان شاء الله مدينه القاهره، ونعمل على نقل وصول الموقف الاقليمي لوزاره النقل عن قريب العاجل، والاجراءات شغاله، وفي القريب ان شاء الله كنا قلنا وبدانا نشغل منظومه النقل. تواصلنا طبعا مع وزاره النقل بخصوص ربط مدينه العبور بمحطه ال ار تي الموجوده في مقابل مدينه العبور لتوفير وسيله انتقال راقيه طبعا. ان شاء الله عن قريب العاجل سيتم تنفيذ الربط عن طريق السلم الكهربائي ان شاء الله مدينه العبور والسلم ال ار تي. احنا كده كمنظومه مواصلات قدرنا كجهاز مدينه ودوله عموما ان احنا نوفر وسيله لائقه للتليق بمدينه العبور. على مستوى الخدمات الثانيه عندنا مستشفى لمستك تفضلت 220 سرير، المستشفى دي بننفذها على تقريبا مساحه 3 فدان او 3 فدان ونص تقريبا، هي لخدمه مدينه العبور والمدن المجاوره، فيها هيبقى فيها كل التخصصات المطلوبه سواء كانت عنايه مركزه او مقاوع اعصاب او كل ما يتطلبه الرعايه الطبيه، وده هتكون اول مستشفى ان شاء الله تتنفذ في مدينه العبور عام، ده غير طبعا مستشفى القائمه الجامعي لمستشفى عين شمس. بننفذ حاليا برضو بالنسبه العبور مشهوره ان هي منطقه صناعيه، عندنا منطقتين صناعتين المنطقه الف ومنطقه ب وجيم، المنطقتين دول المصانع ما لهاش منافذ تعرض فيها من منتجاتها، وتعرف السكان الموجودين مدينه العبور نوعيات المنتجات الموجوده. احنا حاليا بننفذ ليهم مبنى عباره عن منافذ اللي بتعرض منتجات، نقدر نقول يا باشمهندس هو احنا بنقول اعمار مع ردع مخالفين، الدولة ماشية في كل الأجهزة وفي كل الاتجاهات وتعاون مع كل الأجهزة. طبعا بنتمنى التوفيق لكل أجهزة الدولة سواء في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المدن الجديدة وغيرها. طبعا الجهد مشكور جدا الباشمهندس عبد الرؤوف الغيتي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير عليك يا فندم. ودي كانت من الموضوعات الهامة جدا، محاربة العشوائية والبناء في كل المدن الجديدة.